السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج ما أحمد لتغطية للوقفة الاحتجاجية تضامنا مع المعتقلين الصحفيين توفيق بوعشرين ورضا وأحمد الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين. سنواصل الكفاح معتقلوا يا رفيق، معتقلوا يا رفيق، ولازلنا على الطريق، ولازلنا على الطريق، سليمان يا رفيق، سليمان يا رفيق، وعمر يا رفيق، والحرية الدولية، معتقل القضية، معتقل القضية، والصحافة شهداء في القبور، شهداء في القبور، شهداء بكم باسم عائلة سليمان الريسوني وباسم اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة مؤسسة لحرية الرأي والتعبير بمدينة الحرس الكبير، أتقدم لكم بتحية الصمود والنضال الذي تعلمناه من صمود جماهير الشعب المغربي المناضل. لا يخفى عليكم أن سليمان الريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين بسجن عكاشة السيد الذكر. سليمان الريسوني هو الآن مضرب عن الطعام لمدة 70 يوم والوضعية الصحية دياله مزرية، و يعني الوضعية الصحية دياله خطيرة جدا. المحاكمة دياله في الدار البيضاء هي محاكمة غير عادلة، لأنهم رفضوا واحد مجموعة الملتمسات اللي تحطمت بها الدفاع، منها لأن كاين هناك خبرة طبية ديال إدارة السجن كتقول بأن سليمان الريسوني هو وضعية صحية جيدة. واش 70 يوم ديال الإضراب عن الطعام هو وضعية صحية جيدة؟ هيئة الدفاع طلبت خبرة طبية من طبيب مختص خارج السجن رفضات المحكمة، كذلك رفضت طرح المتابعة في حالة طرح. كنعرفوا بأن الملف سليمان هو ملف مطبوخ، بالإضافة الملف ديال عمر راضي، الصحفيين كيتحكموا على المواقف ديالهم الشجاعة والجريئة. حنا في هذه الوقفة هذه كنطلبوا كافة أحرار مدينة طنجة لتكثيف الدعم والمؤازرة لهاد الصحفيين المناضلين الذين يخبعون في السجن ظلما وعدوانا. كنطلبوا من الأحرار والحرائر تشكيل لجنة محلية الدعم ديال هاد المعتقلين، والنضال هو السبيل ديالنا من اجل اطلاق الطرح ديالهم. وتحيه نضاليه، ودمتم ودمنا للنضال اوفياء.